ومعنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من اسطنبول الباحث السياسي السيد حسين السبعوي. مرحبا بك سيد حسين. اذا اياد علاوي حذر من التلاعب في الانتخابات وشراء الذمم، ما الشواهد التي دفعت علاوي لهذا التصريح؟ تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم. انا اعتقد التلاعب في الانتخابات هو امر متكرر وليس لاول مره، فالسيد الدكتور اياد علاوي لم ياتي بشيء جديد. المعلوم جدا أن الانتخابات العراقية هناك العامل الخارجي والعامل الآخر الداخلي هو التلاعب الذي يأتي بالتلاعب في الانتخابات العراقية. العامل الخارجي معلوم جدا، الولايات المتحدة وإيران لها تأثير كبير في الساحة العراقية، أما العامل الداخلي فهناك مخالفات دستورية لإجراء الانتخابات العراقية، ومنها اشتراك الميليشيات، التزوير، سيطر على صناديق الانتخابات، هذه كلها هي مخالفات دستورية للانتخابات. فالسيد الدكتور علاوي لم يأتي بشيء جديد، ولكن منذ 2003 إلى الآن هو موجود في السلطة العراقية، هل استطاع أن يغير هذه المخالفات أو يحد منها؟ هو فاز في 2010، هو فاز في انتخابات 2010، القائمة العراقية فازت، لم يستطع تشكيل حكومة بل منع منها، وهو ما تكلم على لسانه في التلفزيون قال أنا منعت من تشكيل الحكومة، فهذه هي أكبر مخالفة انتخابية. نعم. طيب هل بالفعل استطاعت كتلة معينة استخدام هيئة المساءلة لتسخير صلاحياتها لصفقات انتخابية كما قال النائب المقال محمد الطائي؟ عيد السؤال ما سمعت زين. هل استطاعت كتلة معينة بالفعل استخدام هيئة المساءلة والعدالة لتسخير صلاحياتها لصفقات انتخابية مثل ما قال النائب المقال محمد الطائي؟ بالتأكيد مسألة والعدالة مسيطر عليها حزب الدعوة والمكون الشيعي، وعادة المستهدف في هذه المسألة والعدالة هو المكون العربي السني، فهذه حقيقة يعني معلومة جدا، ولكن الذي مسيطر عليها هو حزب الدعوة، مسيطر على المسألة والعدالة والائتلاف الشيعي نفسه. فاستخدام هذا القوانين أو استخدام هذه المؤسسة لأغراض انتخابية وارد جدا ومعلوم جدا ومعروف، ليس بشيء جديد، يعني لا تحتاج إلى بحث دقيق في الموضوع. نائب محمد الصيهود قال إن العبادي بدأ حملته في الخدمات قبيل الانتخابات لأغراض الدعاية الانتخابية وهذا يصب في مصلحة كتلته، كيف ترى شعبية العبادي؟ هل لا يزال المواطن العراقي تنطلي يعني عليه هذه الطريقة من الدعايات الانتخابية؟ أنا أعتقد أنه شعبية العبادي موجودة في الساحة العراقية لأسباب، لأنه قلة البديل، لا يوجد بديل اليوم للعبادي. اليوم الشعب العراقي يدرك من هو البديل للعبادي، إما السيد هذا العامري أو المالكي، وكلاهما الشعب العراقي لفظهم أو من الصعب أن يتقبلهم، فبالتالي خلو الساحة للسيد العبادي هو ما يجعله أقوى المرشحين والأكثر والأوفر حظا. أما قضية الخدمات فهي مغيبة في المجتمع العراقي عموما، يعني من شماله إلى جنوبه، شيء قليل في منطقة الشمال لأن هناك أقليم وله بعض الصلاحيات الإدارية اللي يمكن أن يقيمها، أما في مناطق العرب السنة ومناطق الجنوبية فالخدمات غائبة وشبه معدومة، فلا قيمة لأنه أي جهد الآن متأخر أن يقوم به أي مسؤول كان من أجل من أجل الدعاية الانتخابية. قلة البدائل والخيارات المحدودة للمكونات السياسية الأخرى هي التي تجعل من العباد الأوفر حظا في الانتخابات القادمة، إضافة للدعم الخارجي للسيد العبادي. نعم، هناك أنباء عن ضغوط دولية على العبادي من أجل إعادة قوات البشمركة إلى كركوك، في حين النائب ماجد شنكالي هدد بالانسحاب من الانتخابات إن لم يشرك الأكراد في هذا الملف، ملف كركوك. كيف ترى الوزن السياسي للأكراد وتأثيره في الانتخابات؟ نعم، بداية الأكراد لن ينسحبوا من أي انتخابات مضت ولن ينسحبوا من الانتخابات القادمة. هذا تحليلنا للأمر، لأنه هم يدركون أنه الانسحاب من الانتخابات سيخسرهم الكثير أكثر ما خسروا في قضية كركوك وفي قضية الانفصال، الاستفتاء على الانفصال، هم يدركون هذه الحقيقة، فما يقال هو للاستهلاك المحلي وللضغط السياسي على السيد العبادي. أما الضغوط الخارجية على السيد العبادي لإشراك البيشمركة في مناطق المتنازع عليها، هو هذا ضمن المادة 140 في الدستور العراقي، اللي هي مادة عطلت وانتهى دورها أو انتهى سقفها الزمني ولم تطبق، فهي كانت تشير على أن وجود قوات مشتركة لهذه المناطق. في المرحلة الأولى استولت البيشمركة على هذه المناطق المتنازع عليها
وسيطرت عليها وغيبت سيطرة الحكومة المركزية. بعد موضوع كركوك وبعد الاستفتاء العملية انقلبت بالعكس، فسيطرت القوات المركزية على كركوك والمناطق المتنازع عليها. الخاسر الأكبر في هذه العملية هو المكون العربي السني، لأن هي أراضيه وهو المغيب عن القرار وصناعة القرار وحتى عن القوات الأمنية التي تحفظ مناطقه وسكنه. أخيرا، كيف تقرأ سيد حسين تقرير مجلة فورين إيفريز الذي ذكر أن الولايات المتحدة لن تكرر أخطائها في انتخابات عام 2010؟ لا، أنا أعتقد يعني الأخطاء متكررة لأنه لا يوجد شيء على الأرض. نحن اليوم لا نعتمد على تصريحات صحفية، لا يوجد شيء على الأرض. ما هو موجود على الأرض هو نفس السيناريوهات اللي موجودة. تشكل الحكومة من الائتلاف الشيعي وتحديدا من حزب الدعوة، هذا ما أصبح عرفا سياسيا منذ 2003 إلى الآن. ولهذا السبب كل ما يصرح به الأمريكان هو لغرض ديمومة العملية السياسية واستمرارها. تخشى المقاطعة الكبيرة اللي ممكن أن تكون شيعية سنية، وهذا ما يضر الولايات المتحدة. ولهذا السبب نسمع بعض التصريحات هنا وهناك للتحفيز، ليس ألا أما العملية السياسية بهذا النهج هي باقية. أعطيك مثال على ذلك، في 2010 فازت القائمة العراقية ولم يستطع تشكيل حكومة، وفي 2013 فاز المالكي ولم يسمح له تشكيل حكومة بل شكلها العبادي. ولهذا أنه نجد هناك تناقض في العملية السياسية، حتى الفائز لا يحق له تشكيل حكومة إلا بموافقة الولايات المتحدة. فالعملية السياسية باقية، وما هذه التصريحات إلا للتحفيز للمشاركة في الانتخابات بالنسبة للقوى العراقية. شكرا جزيلا لكم من اسطنبول، باحث السياسي سيد حسين سبعول.